إذا متابعي مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. بالضبط كنتواجدوا أمام مركب محمد بن جلون لنادي الوداد الرياضي، فكنعرفوا جميع أن العلاقة القوية اللي كتجمع ما بين الفرق الوطنية وكذلك إف سي نواديبو أو الدوري الموريتاني ككل. هذه العلاقة خلات أن إف سي نواديبو اللي كان غيجري واحد المباراة ودية اليوم على الساعة 6 مساء ضد نادي الوداد الرياضي، المباراة اللي تأجلت لآخر دقائق، فالشي قرر أن نواديبو أنه يجري واحد الحصص تدريبية هنا في مركب محمد بن جلون. في نفس الوقت كاينه حصص تدريبية لنادي الوداد الرياضي على الساعة 7، هي آخر حصص تدريبية قبل السفر إن شاء الله إلى تونس من أجل إجراء مباراة ودية أمام النادي الإفريقي. كنشوفوا على انه نادي الوداد الرياضي او جميع الفرق الوطنيه يعني فين ما كيجيو منتخبات افريقيا الا ان الابواب المركبات ديالنا كتكون مفتوحه في ليهم، وكيجيو كيترينيو وكيمروا في واحد الاجواء جد جد رائعه. نذكركم ان نواديبو لاول مره جاو للمغرب في سنه 2016 وكانت المباراه كذلك ضد نادي الوداد الرياضي. فالوداد الرياضي مباراه الوديه راه تاجلات او تلغات بصفة عامة، ولكن في هاد اللحظات كاين جوج حصص تدريبية في نفس الوقت بالنسبة لنادي الوداد الرياضي وكذلك بالنسبة إف سي نواديبو الموريتاني. كان معنا أو كان حديث مع لاعبي وإداري نادي الوداد أو نادي نواديبو الموريتاني من أمام أو من قلب مقر الإقامة ديالهم، فكانوا جد فرحانين وأجواء كتمر الحمد لله بخير وعلى خير، لا سيما وأنهم في كازا في المغرب بلدهم الثاني، وحنا معروفين الحمد لله بالترحاب ومعروفين بكرم الضيافه، الشيء اللي كيخلي ان مجموعه من الفرق الافريقيه والعالميه تخلي المغرب هي الوجهه رقم واحد ملي كتبغي دير تحضيرات قبل الموسم الرياضي. امام مركب محمد بن جلون وهذه هي اخر الاستعدادات هنا من امام المركب كيفما كتابعوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي. هنا ابواب مركب محمد بن جلون فتحات في وجه بعثه فريق اف سي نواديبو الموريتاني لاجراء حصتهم التدريبيه اللي غتبدا ان شاء الله على الساعه 6. بداية توافد لاعبي الوداد أطقم الإدارية والتقنية لنادي نواديبو مراجعوا قبل ساعة من الآن، ولكن كان معنا كان حديث دار بينا وبينهم في مقر إقامة بعثة النادي، فكان ظاهر على محياهم على أنهم فرحانين تواجدهم هنا بالمغرب، وكيقوموا في هذه اللحظات بحصه تدريبيه مركب محمد بن جلون لنادي الوداد الرياضي.